2800 نافورة تم افتتاحها البارحة من قبل محافظ يربان السيد هايك ماركيان وبحضور السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، وتم إهداء هذه النافورات والحدائق الجميلة إلى مدينة يربان بمناسبة الذكرى 2800 عام من عمر يربان. ألف مبروك ليربان وألف مبروك لأرمينيا. كلفة المشروع 5,300,000 دولار، تم إهداؤها إلى مدينة يربان. مساحة المشروع 5,420 متر مربع. هذا الخط الأزرق هو على اعتبار مجرى نهر رازدان في مدينة يربان. وهذا تمثال لفتاة تمسك الغيوم. المشروع جميل جدا، وتم اهدائها قبل عائلة بارتانيان احد العوائل الثرية في ارمينيا. العائلة هم اللي تكفلوا بمصاريف هذا المشروع. هذا قوس من النافورات، راح نحاول ندخل من تحته. ها يلا. سندخل من تحت النافورات، اوكي؟ لا تتفللوا. هذا لازم نلبس ملابس السباحة حتى نقدر نعبر من تحت هذه النافورات. رقص الكوتشاري تحت المياه.